أود أن أدعو معالي الوزيرة من رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي في مصر لتنضم إلي لكي نقوم بإطلاق هذه المبادرة الخاصة بعقود الهندسة والمشتريات والبناء. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، السادة رؤساء الدول الحكومات، الحضور الكريم. يسعدنا أن يتم إطلاق المنصة الإلكترونية لعقود الهندسة والمشتريات والبناء EPC من القاهرة خلال فعاليات النسخة الثالثة من المعرض الإفريقي للتجارة البينية، أحد أكبر التجمعات التي تضم القطاع الخاص من مختلف دول القارة. إن تدشين المنصة الإلكترونية لعقود الهندسة والمشتريات والبناء ذات أهمية كبيرة لما لها من دور وأثر في تحقيق أجندة أفريقيا للتنمية المستدامة، فإنها تعزز مشاركة الشركات الإفريقية في مشروعات البنية التحتية، وتتيح المزيد من الفرص الاستثمارية، وتسهل عملية تبادل المعلومات من أجل توسيع نطاق الشراكات واتفاقيات التوأمة لدفع النمو في قطاع الهندسة والبناء والمشتريات. وكانت مطلبا من قادة القارة الأفريقية، وهو نفس الأمر الذي شدد عليه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بأهمية تحقيق الاستثمار المطلوب في البنية التحتية في أفريقيا بسواعد أبناء القارة وشركاتها. ومن هذا المنطلق، فإن المنصة تأتي كاستجابة استراتيجية وفعالة لمعالجة ثلاث فجوات محورية تعرقل الاستفادة من إمكانات القارة الأفريقية الكامنة، وهي فجوة التمويل، الفجوة المعلوماتية، وفجوة المهارات. وخصوصا أن فجوة تمويل البنية التحتية في القارة تقدر بنحو 170 مليار دولار سنويا. ولذلك تعمل المنصة على الآتي: أولا، معالجة فجوة التمويل، وذلك من خلال تعزيز التعاون الدولي وجذب الاستثمارات في مجال البنية التحتية. ثانيا، سد الفجوة المعلوماتية من خلال تعزيز التواصل بشفافية بين الحكومات والقطاع الخاص وشركاء التنمية الدوليين. ثالثا، معالجة فجوة المهارات عبر توفير الدعم الفني المقدم وبناء القدرات وتنمية المهارات لبناء قوة عاملة ماهرة. ومما لا شك فيه أن تلك الجهود لن تكتمل إلا من خلال التعاون والتنسيق بين مختلف الأطراف ذات الصلة. وفي هذا الصدد، فإن جمهورية مصر العربية تحرص على زيادة مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية وربطه بكافة الفرص التمويلية والاستثمارية والدعم الفني المقدمة من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين. وتعزيزا لتلك الجهود، أتشرف أن أعلن لكم أنه سيتم ربط المنصة التي نحن بصدد إطلاقها اليوم ببوابة وزارة التعاون الدولي لمشاركة القطاع الخاص. وفي الختام، أتوجه بالشكر للسيد رئيس البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد السيد بنديكت أوراما على الجهود المبذولة في تدشين المنصة الإلكترونية لعقود الهندسة والمشتريات والبناء، ومساهمة البنك في دعم نشاط شركات الهندسة والمقاولات في أفريقيا بعقود تجاوزت قيمتها 12 مليار دولار في السنوات الخمس الماضية. كما أدعو شركاء التنمية الدوليين لتقديم المزيد من الدعم والمساندة للشركات الإفريقية لتوفير التمويل التنموي الميسر ومنخفض التكلفة ومزيد من الآليات المبتكرة والدعم الفني اللازم لتنفيذ مشروعات البنية التحتية والخضراء في قارة أفريقيا. شكرا جزيلا.